اليوم نعلن رسميا اسم الأرباب والعالمين المنضمين تستدوى اتحاد عام الله جميعا أننا نمهل الحكومة، نمهل المسؤولين بناء على توصيات اللجنة العلمية التي التي أفضت إلى كون أنه يعني الحالات الوبائية في انخفاض يومي وتالي، وبالتالي أنه إغلاق ديال المرافق العمومية خصوصا الحمامات ما أصبحش عندو شي جدوى، وبالتالي اليوم الناس اللي باقيين تحملين المسؤولية، الحكومة المنتهية صلاحيتها اللي مازال تحمل المسؤولية تنطلبوا منها تنفيذ قرار اللجنة العلمية وتوصية اللجنة العلمية لإعادة فتح الحمامات، ونطالب كذلك من الحكومة المعينة التي ننتظر تعيينها، يعني مازال معينة معين فيها رئيس الحكومة، ونتمناو أنه الأحزاب الثلاث أنها تشكل هذه الحكومة وترفع صحيح الجلالة باش يصرف عليها. تنطلبوا أنه مستقبلا الحكومة اللي غتعين راها مطالبة بتنفيذ الملف المطلبي اللي هو بالفعل التزام الحكومي اللي بالفعل تزود فيه الحكومة بتخصيص دعم العاملين خصو أنه يخرج، وغنضطروا أنه في حالة ما أنه ما خرجش غنرفضوا دعوة قضائية ضد الحكومة المعينة والحكومة السابقة، لأنه ما يمكنش وزير يجي قبة البرلمان هي قبة شرعية وعندها قدسيتها ويجي الدرع المغاربة، هادشي غير مقبول. بالنسبة للأرباب كاين ملف مطلبي بخصوص الدعم ديالهم عبر الطريق عن طريق إعطاء الإعفاءات، منحهم إعفاءات ضريبية وجبائية، تأجيل أداء الديون، تمكينهم من الولوج للقروض بنسب تفضيلية كيف كيف كاينة في انطلاقة، مجموعة ديال النقط اللي بالفعل أنها مدرجة في الملف المطلبي. هذو هما المطالب الأساسية بالنسبة للافتتاح ديال الحمامات. نمهل المسؤولين باش ما نكونش نصبر على شي حكومه يقول ستعين الحكومه المقبله، راه مازال عندنا حكومه قاعده بدات. نمهل المسؤولين الى حين يوم الخميس المقبل ان شاء الله من اجل تنفيذ توصيات اللجنه العلميه باعاده فتح الحمامات، والا سنكون مضطرين لاتخاذ قرارات بوقفات واعتصامات الى حين تنفيذ الملف باكمله.